عنده هدف، حسين خرجي عنده هدف، واحمد خلفان عنده هدف، وبالتالي يسعى من خلال مباراه اليوم الى ان يؤكد وصوله الى المرحله القادمه الى الدور القادم. كره من خلالها خطا الان عن طريق اللاعب ابو علام، تسديده من ابو علام، يا سلام يا سلام، يبدا اللقاء. ابو علام خوخي يسجل، يضع الكره في شباك الشيب ويعلن التقدم لمصلحه النادي العربي بعد كره حره ثابته مبكرا. السن العربي يتقدم، شوف الكرة الماضية والمحاولة الماضية واللقطة الماضية، سعد الشيب كان بالإمكاني أن يتعامل فيها أو معها بشكل أفضل، لكن اللقطة الماضية في شباك سعد لتعلن تخلف السد بهدف عن طريق بو علام خوخي، أول أهدافه في هذه البطولة والهدف رقم 3.